سلام. الوغ نبدو نديرو الوجبه تاعنا، يعني وجبه خفيفه وصحيه، اللي هو غراتان بالبطاطا والطون. هنايا عندي بطاطا كيلو، نقيتها كما تشوفوا قطعتها. عندي الثوم، زوج فصوص تاع الثوم، الملح، الفلفل الاسود، زيت الزيتون. يعني هذه المرحله بغيت نوريها لكم، يعني بطاطا نطيبها انايا يعني ما طيبهاش غير في الماء والملح، يعني نكها باش يجي فيها الطعم بنين. هنايا غادي ندير الماء تاعي راه يغلي، غادي نطيب البطاطا تاعي وندير معاها الملح والفلفل الاسود والثوم وزيت الزيتون. يعني زيت الزيتون اختياري، نتوما ما ديروهش، دير شويه تاع الزيت لا بغيتو. انا غادي نطيبها، وكي طيب ان شاء الله غادي نصفيها ونكرازيها. نكرازيها دوك تشوفوا معايا هذه الطريقه. الوغ نبدا بسم الله. هنايا ديت مقله، درت فيها شويه زيت ماشي بزاف، وديت بصل يعني 3 حبات بصل مع حبه فلفله وشويه فلفل اسود وملح، وغادي يعني نقليهم عادي، نتبلهم عادي. وانا البطاطا تاعي راهي طابت. هنا درت يعني قطعه صغيره تاع زبده كما راكم تشوفوا، يعني ماشي بزاف، قطعه صغيره راهي حاميه. هنايا غادي نكرازيها بالزبده يعني تعطيها طعم بنين. تنجمو ديرو تاني بالجبن مثلثات لا بغيتو. انا غادي نكرازيها مليح، ندخل فيها الزبده يعني دوقوها، لقيتوها خاصها الملح. يعني في هذه المرحله تنجمو تزيدو شويه ملح، انا تاعي ما خصهاش. مازال غنديرو تاني كطون، يعني غتجي نيشان. نكرازيها مليح ونرجع لكم. هاني كراسيت البطاطا تاعي. هنايا عندي الطون، يعني التونه ولا الطون. ديت هنايا 2 علب دو بواط تبغو دوناتور ولا بالزيت. انا ديتها بالزيت الزيتون، يعني شيتها بزيت الزيتون، قعدت لها زيت الزيتون وخليتها هكا دوناتور يعني طبيعي بالماء ولا تاع الزيت. هنا عندي البيض، يعني هنا عندي 5 حبات بيض، وكنشوف الا كان هاد يكفوني ولا نزيد. هنا عندي بصل قليناه كما كتشوفوا، شويه معدنوس، وندير فيها شويه فلفل وهذا مكان. الوغ نبداو بسم الله. نجيب البصل تاعي اللي قليته، وانا نديره هنايا، ندير شويه فلفل اسود دروك في البطاطا هكا، هذا بزاف هكا. نجيب الطون تاعي اللي فتته، يعني فتوه. تنجمو ديرو الزيتون الا كان عندكم الزيتون الخضر ولا الكحل. غادي نخلط، ندير معدنوس عفوا، وغادي نخلط هادو كاع. يعني الثوم ما نديش، راني دايره في البطاطا راه فيها بنت الثوم، اش باغي يكثر. وهنايا نخلط كاع هاد المكونات هادو، ندخلهم في بعضهم مليح. فوالا كيما هكا بيان. يعني خلطت البطاطا تاعي راهي هنايا. هنايا عندي البيض، زدت حبه، انا تاكل البيض تاعي صغير بزاف، الوغ زدت حبه. الا كنتو مع تاعكم كبير يعني ديروا غير 5 ولا يعني حسب الكميه. هنايا نجيب شويه حليب، ندير غير شويه حوالي 8 ملاعق كبار 4، ندير فيه شويه تاع الملح باش ما يجيناش صامط. فوالا كيما هاك ندرب كاع هادو، نخلط. راني خلطت البيض تاعي، نفرغه هنا على البطاطا اللي درناها. نخلط مليح، ندير هاد الجبن، عندي جبن مبشور اللي ندير كميه قليله، نديرها مع تانيك يعني يمد مذاق شباب. تنجمو ديرو كثر لا بغيتو ولا ما ديروش، لكن عندكم ما ديروش، يعني اكتفوا بالجبن، جبن المثلثات. هنايا غادي نخلط مليح البطاطا هذا مع الجبن والبيض اللي درناه. هنا راني موجده المول تاعي اللي يروح الفرن، دهنته بشويه تاع زيت الزيتون ولا ديروها شويه زبده ولا الزيت يعني كما تبغوا. نخلط مليح، ندخل مليح هاد المكونات. فوالا كيما هكا يكون عندنا هاد القوام هذا. انا نسيبو هنا البيض ما نزيدش، راه يعني شويه سائل، شويه يعني شويه ماشي بزاف، خصكش يكون بزاف تاني. فوالا نسيبو هنايا يعني نخلط مليح. فوالا نسيبو، ها هو المول تاعي. نفرغ الخليط تاعي هنايا في المول، فوالا نسقمها. الكغادا تاعي يعني كملتها سيبون. درت عليه هنايا جبن مبشور، هنايا غادي نغطيه بالورق الزبده ومن بعد ورق الالومنيوم، وندخله يطيب يعني باش ما يحرقليش من الفوق، يعني باغي الجبن هذا يقعد يعني بيض وسائل.
انا غادي نطيب ان شاء الله، راني محميه الفرن قبل، وكيطيب لنا يعني واحد 20 دقيقه يعني كلشي طايب، غير داك البيض نشوف لنا خليه يبرد ونشوفه ان شاء الله واجد. هاي الوجبه تاعنا راهي يعني الكراتان تاعنا راه طاب كما كنت لاحظت معايا، انا يعني ما داش وقت بزاف في الفرن، انا خليته 15 دقيقه يعني كل اخت كل اخت الفرن تاعها عفوا. هذا هو يعني شوفوا، راني قطعت لكم قطعه، خليتها برد شويه مازال حامي. يعني ملاحظه، الاخوات اللي يبغوا الطون يجمو يعوضوه بالكفته ولا قطعه يعني دي بتي مورسو تاع الدجاج، يعني اي لحم تفضلوه يكون مقطع قطع صغيره. هذا هو، نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام.